السلام عليكم تلاميذنا اخواننا اخواتنا اولياء امور تلاميذنا الطيبين الكرام ورحمه الله وبركاته. عيد سعيد عليكم ان شاء الله، تكونوا بخير ويعود عليكم بالصحه والسلامه ونرجع لمدارسنا وصفوفنا باقرب وقت ان شاء الله. اليوم واعتبارا من اليوم راح نبدي بفيديوهات صغيره، نريد نعلم اولادنا وتلاميذنا وبناتنا الكتابه. احنا في الفيديوهات السابقة ركزنا على موضوع القراءة، كل الفيديوهات السابقة اللي تشوفوها بالقناة او بالمدرسة او كلها نعلم اولادنا شلون نقرأ. بدينا اليوم ان شاء الله من اليوم راح نبدأ بالكتابة، راح نبدأ بقراءة الصف الاول من اول صفحة الى اخر صفحة بفيديوهات قصيرة جدا ان شاء الله تكون يعني مفيدة وممتعة للطفل، واتمنى الطفل يشوفها يعني تعرضوا لها او انتم يعني كأنه مكاننا كمعلمين تعلم ابنك بالشكل الصحيح، لانه مع الاسف الطفل ده يجينا متعلم او بحامل براسه، خاصه الاطفال الاذكياء، اشياء خاطئه يتعلمها من الروضه، يعني مثلا يعلمه الف باء تاء، شنو الف باء تاء؟ الطفل وين من الف باء تاء؟ ما تفيده الف باء تاء ثاء. الطفل احنا نريد نعلمه صوت الحرف، يعني الد نريد نقول له هاي الد، نريد نقول له هاي الراء، نقول له هاي الزي، نقول له هاي التاء. يعني ما قلنا تاء، شنو تاء؟ وين راح يقراها التاء؟ وين راح يقرا الف؟ الف شنو الف؟ يخبط بين الف عدد وبين الف. يعني هاي المسميات اللي مع الاسف يعلموا لهم اياها بالروضه، اغلب الاطفال اللي بالروضه خاطئ. احنا جاي نعاني من عتها، يجي احنا لازم ننسيه هذا، تصير عندنا الشغله بشغلتين، ننسيه هذا الخزين اللي عنده من المسميات، مو خاطئه لكن هي اسماء الحروف، مو صوت الحرف، احنا نريد نعلمه شلون يقرا. شلون هذا الحرف هذا المكتوب قدامه شلون صوته؟ ما يقول لي هذا دال، لو هذا تاء، لو هذا ثاء، لو هذا ما اعرف شنو. اريده يقول لي هذا د، حتى من يقراها يركبها بكلمه، او هذا دي، او هذا دو، خلي له فتحه، ضمه، هالشكل. احنا المهم راح نبدا بالشكل الصحيح، ونبدا اول ما نبدا بمسك القلم. لاحظوا وياي مسك القلم، يعني احنا نجيب الطفل نقول له خلي القلم هالشكل، ذن الاصبعين، خلي القلم بيناتن هذا وهذا الابهام يلزم من ذني، الاصبعين ذني ما يلزم بين قلم، واو؟ يعني هنا ذني ينتج عليه، انت ينتج عليه هنا الايد من يكتب. ذني هاي اللي مسكت القلم الصحيح. اكو بيهم هالشكل يمسك، خطأ، انتبه، اول خطوه لازم نتعلمها نعلم ابننا بها هي شلون نمسك القلم بالشكل الصحيح، لانه مهم جدا، يسهل علي الكتابه، يقلل علي الجهد، اكو بيكم يعني يلزم القلم حيل ويضغط على القلم حيل، الطفل يلعب خطيه، يتعب الطفل. برخاوه يعني ريلاكس، يعني شلون نقول بهدوء ويكتب حتى ما يضغط على القلم، يعني حتى من يكتب ما يضغط. نعلمه من البدايه لا يدوس هالشكل واعصابه من الشنجه وهاي، لانه بالبدايه واعصابه تعبانه الطفل، يعني بعده ما عجينه يعني. فاحنا لازم نعلمه مسكه القلم خطوه خطوه، يخلي القلم هالشكل، يدوره هالشكل، يجيب الابهام. نعلمه ذن الثلاث اصابع، ذن الاثنين ما لهن اي دور بمسك القلم، ذني وين؟ من يكتب ينتج يعني شوفوا. هاي القوس راح يصير قوس هنا عندنا واجي اكتب. اكو عندنا بكتاب القراءه صفحه 11، هاي تشوفوها قدامكم صفحه 11، انا اراكم اياها، هاي صفحه 11 وصفحه 12 هاي موجوده وصفحه 13. وايضا اذا اكو امكانيه اكو حتى على النت على جوجل اكو نماذج حتى الطفل يمشي عليهم بالقلم، خطوط مقطعه منقطه يمشي عليهم بالقلم. إذا نبدي بأول درس من قراءة الصف الأول اللي هو درس دادا، درس دادا. لاحظ أنا بهاي الكراسة مال تلاميذي بالصف الأول بالمدرسة منقط لهم إياه، صعب الطفل بالبداية يكتب لك د أو دا بدون نقاط أو دادا بدون نقاط، صعب يعني. فأنا بالبداية والدروس الأولية تقريبا 5-6 دروس كلها نقاط، كلها على النقاط يمشي الطفل إلى أن تتقوى إيده. مسكة القلم، لاحظ هاي مسكة القلم مهمة جدا بثلاث أصابع ذني، وقبل أن تبدي هاي المنطقة أنا مسكة القلم هالشكل، وذني الاثنين مثل ما قلت لكم ذني ينتج عليهن الطفل. أجي أبدأ أكتب هذا الد مثلا، أجي أطوخ على كيفي من الاتجاه الصح، شوفوا أنا هنا أنا بالكراسة، أنتم ما متوفر عندكم هاي الكراسة، لكن هسه أيضا على الدفتر أكتب، أجي من فوق وأنزل على السطر، لاحظ الحرف الدال أو هذا الدا ما ينزل عن السطر، شوفوا حتى حرف الألف هذا ما ينزل عن السطر.
يجي من فوق اكو مسافات يعني تقريبا ربع المسافة بين السطرين او نصها تبدي منعتها الحروف. لاحظ هنا أنا بابا تبدي منعتها الحروف الد الدال والباء والنون والهاء والتاء والياء الاوليات كلهم يبدون من نفس المنطقة وينزلون يقعدون على السطر. انا طلابي اقولهم يقعد على السطر ترى ما قاعد على السطر يوقع خطيه زين. فهذا حرف الدال هالشكل انكتبه احنا من لفظه لا دال ولا د نقول دا دا شوفوا دا اجي على الثاني على كيفي ابدي منه من فوق لازم انتبه اذا بدا منها لا اقول لا خطا امسحها وخلي يعيدها مره ثانيه. اذا بدا هذا الحرف من الجو اللي فوق هم خطا امسحها واعيدها مره ثانيه. يجب ان يبدي صح يتعلم مرتين يعني ثلاثة راح يتقن الحرف. هذا الدرس انا ابقى به اسبوع او 10 ايام لانه هذا البداية. يعني اولا مو بس لاجل ان يكتب الحروف او المقاطع او دادا او دا بس حتى ايده تتقوى. شوف هاي ملاحظة مهمة جدا. يعني احنا ما ننتقل من حرف الى حرف الا بعد ان يتقن الطفل الحرف. ونتأكد اكبر تدمير للطفل الاستعجال او السرعة. بالحروف يلا هذا سهل ما ادري شنو كتبه مره واحده صح قلت لا هذا هو لا. مهم جدا ان يتقن الكلمه والحرف اللي ياخذها الطفل. ما انتقل الحرف او كلمه اخرى الا ان يتقنها ويكتبها على الغيب ويكتبها يباوع ويكتبها يعني بكل الوسائل اتاكد انه اتقنها يلا انتقل. صعب صعب جدا يعني مؤذي للطفل ان تنتقل بسرعه من حرف الى حرف اخر. يجب ان نتقن الحروف اللي ناخذها والمقاطع. احنا هنا راح ناخذ مقاطع يعني هاي دا هسه احنا اخذنا دا نمشي على هاي الدا باعوا دا نكتب هالشكل زين واعيده الى ان اكمل الدرس. هذا بالنسبه لتلاميذنا اللي عندهم كراسات او اللي راح نعطيهم على السنه الجديده ان شاء الله كراسات يتدربون بها الشكل. لكن اللي ما عنده هاي الكراسه شلون هاي منقطه نجي على الدفتر ناخذ هذا الدفتر ابدي هذا السطر هذا سطر وهذا سطر حرف الدال يبدي من نص السطر او الربع السطر اقل من النص يعني هنا اخلي له نقطه وهنا اخلي له نقطه وهنا اخلي له نقطه على السطر. شوفوا يجي الطفل من هاي النقطه لهاي النقطه قله ومن هاي النقطه لهاي النقطه الاي يبدي من منا او منا ما انزل عن السطر دا اخلي له نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة شوفوا هذا الحرف الد الاي يبدي من فوق اللي جوا ايضا اخلي له نقطة هنا ونقطة هنا واقول له وصل بين النقاط صفحة كاملة بس دا صفحة كاملة بس دا لاحظ ابدي نفس الشيء نقطة 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 الدور هو يقوم يخلي نقاط نقطة هنا نقطة هنا من السطر للسطر شوفوا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا هذا بالبداية مهم هذا هذا الدرس مهم جدا هذا يقوي ايد الطالب لزمة القلم تضبطها بي عدة اهداف بهذا الدرس مو بس كلمة دا يعني حرف مقطع دا ولا كلمة دا دا هذا بي اهدافه بالدرس الاول شلون سيطر الطفل اعصابه تقوى على القلم لذلك ابقى به هواية ويومي خليه يكتب ثلاث مرات مرتين وشجعه لا تصيح عليه ويصير عصبي رأسا شجع من يكتب وحتى لو يكتب واحدة صحيح عفية تصفيق وتشجيع معنوي وإذا حتى لو تشجيع مادي بعد أفضل بس التشجيع المعنوي أفضل عفية شاطر إذن نقطة هنا قلنا ثلاث نقاط ونقطة للأليف نقطة هنا وأمده خلي لفت أربعة بالسطر هواي هسه خمسة عليه أحاول أسيطر على مكانات اللي يكتب بيهن وأترك سطرين لا سطر واحد سطرين تترك وتبدي بالسطر الثاني او ثلاث اسطر حتى لا تصير هواية عليه وحتى يشوف نفسه كمل الورقه بسرعه يصير له واهس يعني انت اذا خليت له بس سطر واحد راح يصير انه هوايه شوفها صعبه كل ما يكتب سطر كاش قد بعد انا هاي اني هوايه اني شو خلصين فاترك ثلاث اسطر وابدي منها ثلاث نقاط نقطه نقطه ثلاث نقاط نقطه فوق نقطه على هذا السطر ثلاث نقاط هالشكل هو خليه طوخ هو راح يخبط طبعا مرات يجيبها من هاي يجيبها لهنا بس انت طوخ هاي النقطه اللي يبدي بيها حتى يعرف يبدي منعتها هالشكل يجي شوفوا لزمه القلم وضعيه الدفتر وضعيه الكتاب الضغط على الورقه ما اريد يضغطها لانه يتعب
الضغط هاي الاول يعني يكسر القلم، ثانيا يعني تعب، حتى لو طلعت الكتابه مال تفاهيه هم يخالف، شوفوا خفيف كلش خلي يدوس على القلم. هذا بالنسبه للدرس الاول الصفحه الاولى. اذا يقدر الصفحه الثانيه شنو نكتب له بيها؟ نكتب له دادا، يعني نفس هنذني نطبقهن. اجي الدورة على كلمه دادا اكتب لها مرتين او ثلاثه على السطر الواحد، مرتين نفس العمليه، نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا، شويه ابتعد عنها واكتب لي. يكتب الطفل نقطه هنا ثلاثه، خليها بالسطر العفو دادا، هاي نقطه كتب، خليها نقطه هنا ونقطه هنا كتب الآ دادا، هاي د خليها نقطه هنا ونقطه هنا دا، وهاي دا دا دا، لاحظ ثلاثة على السطر يكتب كلش كافي، مو تكتب ليها كلها، ترى تلاص النقاط عنده حرف حرف، أو إرادة إرادة خلق، يعني أنت إذا عندك خلق تنجح وياه. نفس العملية، أترك ثلاثة أسطر، ثلاثة أسطر بالبداية، ثلاثة سطر فوق سطر تصير هوس، وأبدي منها نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا، اكتب ليها إجا جابها الشكل حرف حرف، اعطي دورة هاي اكتب لي اياها من فوق لجوا، من هنا ابدي عافيه، من هنا ابدي زين يمشي، من هنا ابدي، هاي بالبدايه فقط بالبدايه، بعدين احنا نقدر نسوي كلمات كامله عادي، هو راح يتعلم دور هذا الحرف يختلف عن هذا ما يطبق في السوريه زين. الدوره من يوصل مرحله ثاني يوم يجوز يقدر يكتب هاي، هم تنقط له نفس الشيء نفس الشيء، تعيد له الدرس مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه مره خامسه، سبعة ايام هذا الدرس، سبعة ايام يبقى بي الى ان اشوف ايده صارت كل الزينه بالكتابه ومسيطر على القلم. يلا هذه ساعه نترك الدرس نروح الدرس الاخر زين. هذا هسه درس دادا هالشكل نكتبه اخر مرتين او اخر يوم نكتبه مثل ما مكتوب بالقراءه، نكتبه مثل ما مكتوب بالقراءه اللي هو هالشكل. شوف انا اهم نقطه لهم هنا هسه، هذا نقطه لهم المقاطع، مقطع مقطع كلمه حرف حرف، قسمت لهم اياها هالشكل، تقدر تباع لها وتستفاد منها وتسوي مثله. لاحظ المره الثانيه مثل القراءه تقريبا مثل القراءه او في الترتيب حلو باعه، هو كله دادا والاخير مقاطع دا، بس اهم شيء اثناء ما يكتب يجب ان يقرا، يجب ان يقرا الدرس. نجي نطوخ لهالشكل، انا منقط لها كلهم طلابي، هاي اول ايام كله نقاط باعه، كله نقاط، ما عندي يعني بدون نقاط، صعبه بدون نقاط، اكو اطفال استثناء يعني متدربين بشكل صح ويكتبها رأسا ايده قوية وكاتب وممارس الكتابة هواية. شوفوا كل هنا انا هسه دادا ضايف له كلمة دار وحرف الراء زين، بس يكتبه بس يكتبه، شلون ينزل من فوقها بعدين نجي عليها. اذا اليوم درسنا هو شان دادا كتابة وقراءة، ونقرا لهم يا دا دا دادا دا دا دادا دا 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 دا، هالشكل نقرا ما نقرا دا 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 دا، لا دا 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 دا. انطي مجال وامسح وراء مساحتك بيدك، امسح عيد ليها من هنا حباب، عيد ليها من هنا، لا لا هاي من هنا تبدي، لازم تروح لهناك بدون عصبيه، لا تكرها بالكتابه، من يصير علي عصبي، من يصيح علي، من يحس نفسه فشل هو ما يدبرها بعد راح يقفل، بعد ابدا ما يتعامل وياك، طول وياه خلق حتى لو اسبوع كامل ما يكتب الدق، ترى جدا طبيعي جدا طبيعي. وان شاء الله نكون وفقنا في تقديم هذا الدرس وطريقه كتابه الحرف، حرف الدال وحرف الألف بالشكل الصحيح وعلى السطر، لازم السطر السطر يرتب كتابتنا. شكرا لكم، مع السلامة.